بس الو يا الله. طيب الو ليه عم تصرخ؟ الو لمين عم بتصرخ؟ لك يا عادل شو هذا؟ تعال شفني لشو صفورة هذا؟ صفورة بكون كندا وامريكا. هلو يس هلو كنت الو الو يا جماعة صرت هلو ما لا تكون ناعم تبين انك تحكي انجليزي مقتول وقنيعك نتف هاوس كيبينج يا عين لك شو لك هاوس كيبينج انا ما عم يفهم ما حدا فهم ليه ما حدا فهم شو هاوس كيبينج هيك هاوس كيبينج يعني مين عم يحكي هو سبيكينج شو هاي هو سبيكينج هو سكيبينج سبيكينج لحظة يا عادل عم بيقطش الخط روق شوي ما عم بسمع عم بيقطش خلي حول خط ليه فيك تحول خطك درايفر دايفر عمل دايفر انتبهت روق شوي هذا مين عم يحكي معك والله ماني عارفه مين هو يا عادل ليه لك من اخر الدنيا وانا الجمعة ما شايفك بدي شوفك بدي احكي انا جاي لاحكيك كمان طب طحنك انت وياه وزبلنا طب شو بنعمل طشلو يا خلص خلي يحكيك بكرة ارتفو لبكرة يلا بتعرف شو شو ارتفو يلا اسبوع الجاي يلا يلا اسبوع الجاي يلا ليك فيك تحكيني نسكويك؟ لك العمى شو مطشطش نسكويك عم نقول شو نسكويك؟ نسكويك يعني الأسبوع الجاي أسبوع الجاي نسكويك؟ ايه شو لك ها؟ وإذا بكرة شو؟ نسكافيه بومبا يا معلم يي عرفته هلا عرفته ليك خلص ليك أندروير أنا 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 أندر اندروير سوتيانات سترينجات نسوان لك عم نقول له عادي عم نقول له اندروير يعني ولا يهمك دونت وري دونت وري دونت وري نيفر نايس شوي عادي رجع يقطش ليك رح اطرق هاي الجمله لاحكي انا هيدي تبعيت ليك ايفريبادي از همبرجر مانشستر يونايتد ليفربول تشيلسي ليميتد ليميتد سكر من نص المخابره راح قال لك شو هيدا طبطب طلع اعطيني بروفيل طلع 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 ضعفين عبس ما اني صرت فيجيتيشن كرم فيجيتيشن من شهرين بس هذا ما نضعف فيجيتيشن هذا ضعف شو يا زكي اللي مخيل على الطاير هذا ضعف غرام عبس انا مغروم بجمعة تركتك تعرفت وحدي وانغرمت فيها وهيك سلتك لشو اشتي عادي الرايح ايه وحياتك لا في كتير اخبار بالتفصيل بدي خبرك تخبرني كل شيء كله قرب اقعد ليديز فيرست شو قصتك عم تتلفت مثل الحردون ما عم بفهم مين ليديز فيرست انت لقلك ليديز فيرست يعني هذه معناتها تفضل اه هيك فهمانه انت ما كله بيقولوا ليديز فيرست لا يعني شرف اقعد قرب قعدنا هاو يو دوينجز كرم مبلش غلط شاهين ليه ما بقولوا هاو يو دوينجز شو بقولوا بقولوا هاو يو دوينج كيف الحال طب انا عم اقول لك هاو يو دوينجز كيف الاحوال ما فينا نقول لك هيك عادي نعم تعرفت لك على وحده حلوه اي من الجمال وين تعرفت عليها على الفيموس بوك ايوه شو هذا فيموس بوك شو هالاختراع هذا شو هالعلم مين اخترعه هذا الفيموس بوك لبوسه براسه والله اذا بلك اسمه بتصيبه بحياتك هذا ليه قول شو اسمه مارك زكربرج خليه عندك على شو هذا بدي سني لاقوله ايه ومقضالك انا وياها وين يا معلم وين على الانترنت اوه يلا هاي دكتيلو عباس اه تعبيها كمان شو هيك. موظف كاتب عدل يعني ما... هاي تبعتها تبعتها ساندي هاي ساند عباس شو هيدا ما بقولوا لا انترنت بقولوا لا انترنت 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 انا بحكي معها بالليل بتصير انترنت وبيتها قريب من هون وين؟ تظهر من الأوتيل ايه؟ بضلك رايح ستريت ستريت اللي هي ستريت تعمل نيوتر 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 لمبرمج جديدة صارت نيوتر بعد النيوتر بميتين متر عايدك اليمين شوفي في هاي الفيلا الحلوة توبلكس لا هاي لقلهم معلم صح شو التوبلكس توبلكس طبقان يعني شو بتحكي مثل ما عملها طبق واحد شو وان بلكس رحنا لعندهم أو... الطابق الارضي شوف بلكس رحنا لعند الملجا شو الملجا سوبلكس قال بكره صار قصف لا سمح الله ركضوا على السوبلكس رحت لعندهم يا معلم شوف العز اللي عايشين فيه خبرني اول ما بتوصل جاردينيير كبير وقف وقف شو الجاردينيير جاردون جاردون اي اضرب جاردون جنينه جاردان 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 ما انتبهت
وإضاءة هاي فلاي 5 كفي كذا وسيارة حمراء فل أكشن واقفة كفي كفي قويت قلبي وطلعت دقيت على الباب اوكي فتحت لي هي وامها هي وامها قلت لهم هاو ار يوز لانه اثنين صح عادي شو هالام اللي عندها امها ايه امها ست امها كثير جنتلمان يا عادي شي بياخذ العقل لا شي ما رأت عيني مره طله بسمة وقفة هيبة حضور خلص بس تشوفها بدك تحترمها شو بدك تحترمها أول ما بشوفها بورت شابو عادي بورت شابو العادي هيدي ما بقولوا لها بورت شابو شو بقولوا لها هاي بقولوا لها شابو با هاي شوكولا وموز هديك شوكو با هاي سوري ما انتبه ماشي الحال يا عادي شو بدي خبرك جماعة كراس كراس كلاس مش كراس كلاس بالال مش بالار خي هيك علمونا اياها بمدرسه الظريف هلا مرق لي اياها وانصرعت يا معلم ليه انصرعت شو هالديزاين اللي عاملينه بهالبيت مزوقين هيك يعني بتطلع قصدك تصميم تصميم البيت تصميم ديزاين ديزاين بالدي هاي الديزاين بالدي غير شيء هذيك ديزاين فرد البيت وجاكوستي واقف 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 شو أخنا؟ وين؟ شو جاكوستي؟ خايفيني اسألك سؤال؟ تفضل انت ليه ما بتتعلم انجليزي؟ لعما كل كلمة نوقف عليها عشر دقايق شو جاكوستي؟ جاكوستي برمي المي بيبقى فيه بقلبه مي بتبقبي وانت بتقعد فيه شو اسمه هيدا؟ هيدا اسمه جاكوزي جاكوزي وانا حرة فيه روح يا لطيف وشو معلقين بالحيط عندهم؟ شو معلقين؟ شاشة بلسم إلى أول ما إلى آخر يا معلم أربع أمتار بأربع 16 متر هيك عقد الحيط هيدي بيقولوا لها بلازما عباس ايه بلازما هيدي الشاشة اللي بتيجي هيك بلازما هاي بتيجي هي بلات سكرين فلات سكرين ليه بلات ما بتيجي مثل البلاطة ممسوحة مسح مسحوك صرت كزدر بالبيت وروح واجي وخيي لا ايه عتكزدر بيت الجماعة خدت ريحتي ما استحيت منهم جماعة اوبن مايكل قد ما بدك عادي قد ما بدك اوبن مايكل منفتحين يعني open minded 24 hours ايه ما ترمبا هني لان روحوا اجي روحوا اجي وين بدك روح وين رحت لوين فتت وين فتت على تشيكن يا معلم بس بقى بحياتك فت على تشيكن قد بيتك وبيتي على ثلاث مرات قال نحن عنا بيوت وعايشين قال هل قد كبير تشيكن قد ما بدك فت خرات لعجوة عادي بصير جوا عم بقلها بدون ما توطي فتت لك ابدا برحشت بيضات ما بيضات كذا السنة لحظة شو عن شو عم تحكي تشيكن تشيكن ومطبخ شو اسمه كيتشن 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 اسمه كيتشن كيتشن وليرات وليرات ليوم الليرات مرتاحين الجماعة أوه. عفوا على السؤال قول بحب اتدخل بشو لا قول بس هني منين معهم مصاري بيا كان بيونايتد سبيس اوف امريكا هايلي قاعد هوليك فضى وما فضى بيطلعوا مصاري فضى ليك هذا فضى وما فضى ما خصك باللغة أنت شو سبيس؟ يونايتد سبيس اوف أمريكا يعني الولايات المتحدة الأمريكية شو ستيتس شو قلت أنا سبيس إيه طيب ما انطبق غلطنا بالحرف شو بيشتغل هونيك؟ إذا بخبرك شو بيشتغل بس بتضل توب سكرتري بيني وبينك هذا شيء خطير شيء خطير قصروس فيها لا قرب لقلك هذا بيا بيشتغل بالإنترفون معلم بس مع الإنترفون عادي ما تأشر ما تأشر ما تأشر ما تأشر معك حق معك حق عملنا قصه عملنا قصه اذا حدا عارف انه بيا بيشتغل على التليفون عملنا قصه خلي بيوت هذا قصه للتليفون الله لا يوفقك ولا في بيت ما في انترفون وعم تمعمع القصه لاجلك بالحمامات ركبوا انترفون هي انترفون تبع الو جار بتمرقنا بالانترفون يعني البوليس الدولي انتربول اسمه انترفون ما بيتلفنوا لبعضهم اني كمان ليك الحكي عال هلا الزلمة إذا بشتغل مع الانترفون صار معهم مصاري الجماعة عندهم شقفة أرض 60 دنم وين؟ بلوس فيجالوس وين لوس فيجالوس؟ بأمريكا وين لوس فيجالوس؟ بأمريكا ما في لوس فيجالوس عباس شو في بأمريكا؟ بأمريكا في لوس أنجلوس ولاس فيغاس إيه ما هي شقفة الأرض جاي بالنص بين قوم وحياتك يا حاتي لحظة عم بتكعيني ما عم كعيك هلا حطتني براسك عم بتكعيني علقانين عليها وفي محامي ما عم بفبرك القصة على العنين وحياتك يا عادي روق شوي هلا إذا بخبرك عن بيا رح تزعل ورح ينسم بدنك على بيا كتير بيا؟ ايه ليه شو بيا؟ ضربوا ايزنهاور يا لطيف طرق وطرق من شهرين إلى أول ما إلى آخر
كيف قشوا بالسيارة ايزنهاور يعني؟ ولا انه تلاسن وايزنهاور تباكع سوياه ما بفهم يا ايزنهاور. هيدا مرض، مرض لما بيخرف الواحد الزايمر. الزايمر الزايمر ما انت بقى معه الزايمر الزلمة يا لطيف يا عادل يا لطيف. راح ليعمل فحص بوليستر طلع 700 يا حرام 700 يا حرام 700 البوليستر 600 عم بيلعب معه البوليستر. قرب لقلك قرب ما قلنا عين نحكي. الترموستات فرط معه، فرط الترموستات، فرط الترموستات. هرهر الله يعينه بلا ترموستات. هرهر الله يعين مرته. أكيد الله يعين مرته، شو بدها فيه بلا ترموستات. يا رب لا راح الترموستات يعني. هلا عمك المعتر قاعد راسي بالبيت لشغلة له عاملة. أيوة قاعد راسي، فتح شركة أوتوستراد وتصدير. شو في؟ كثير على شو هي كثير؟ شو هيدي أوتوستراد وتصدير؟ منين جبت لي اياها بالعربي كمان؟ شو بالعربي؟ عم بتغلط بالانجليزي بلع لك اياها. ايه وعم تحكيني فرنساوي يا مارسيل بانيول، قلت عم تقول لي جاردون وجاردينيير بلعني لك اياها. ماشي وفيت عم بتغني بالتلياني يا ايروس رامازوتي بلعني لك اياها. قطعناها معك بالعربي عم بتغلط لك كثير. لحظه لحظه شو غلط بالعربي؟ شو اوتوستراد وتصدير؟ شركه اوتوستراد وتصدير ما سامع فيها؟ لا بعرف. استيراد وتصدير. استيراد امبورت اكسبورت عباس. شو هم مثل صحمر ويحمر يعني؟ عم بقى كيف بيركبوا ما بفهم. صحمر ويحمر نساني هول كلهم. عزمناها على الاكل، قلنا لك اهلا اوبن مايكل. اوبن مايكل عزمناها على الاكل. ايه قلنا لها شو بتحبي بناكل؟ اكل خالص. احلى شيء اكل خالص. ايه اكل كيف اكل خالص؟ لك برينج اواي يعني. الله اكبر على الليله عباس. نعم اكل خالص ما بقولوا له برينج اواي. شو بقولوا له؟ بقولوا له تيك اواي. تيك اواي خذهم، برينج اواي بتجيبه. يا عادي واحد بيطلب اكل لياخذوا له اياه ولا ليجيبوه؟ ما فكر فيها انت. طيب لا يجيبوه ها شو بتصير؟ معقول مغلطين لغويا الجماعة؟ لا هول شو خصهم بالانجليزي عندي؟ مزبوط مفروض هي مش برينج اويز بيتزا لازم صفت مع احلى. شفت طعميتها برينج اواي؟ معي 100 دولار عرفت في بجيبتي 100 دولار، بتحب التفشيخ بدها تروح على مطعم، قلنا لها تكرم عينيك اي نوع اكل بدك، بتعرف العبس بس يسخى خلص حاطم طيب تلا اي انواع اكل أكيدة. في عندك ساينيز ياباني واي فاي فاي لا حول ولا قوة الا بالله. شو النار هذا؟ شو الساينيز؟ ساينيز اكل صيني؟ لا شو اكل الصيني ما بيقولوا له ساينيز. شو بيقولوا له؟ بيقولوا له تشاينيز. ليش انت بتقول الصين ولا الشين؟ شو بتقول انت؟ شو بتقول انا؟ ايه شو بتقول؟ أنا بقول الصين. صين ساينيز. يابان يابانيز. هيني لو لبنان لبنانيز. مالطا مالطيز. طعميتها مالطيز؟ هي طعميتها أخدتها على محل كتير هيوج معلم. هيوج؟ ايه بدك تعمل من قيمتها ليه مستغرب؟ وين اخذتها على الفودو؟ شو هذا؟ قال فهمنا انت فتيح بيكولو فهمنا وضحكت فهمنا، بس كارولينا انت شو قلك بالفودو؟ خشيت تضحك بقى ذكرتي. شو ذكرك بالفودو؟ شو ياخدك على الفودو؟ بالبرازيل عندكم فودو؟ لا مش سحر حياتي يا حياة. انت فهمان المسرحية غلط هيئتك. حكي حكي وانت شارك بالفودو كمان. نرفع مرجع اكسكاليبر هيوش. خي عن شو عم تحكوا؟ محل انا محل هيوش. هيوش كبير قصدي هيوش. هيوش طيب 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 حطينا لها شدة. ما في شدة بالانجليزي. حط اجت الشدة يلا عرفت. ما في شدة بالانجليزي يا سيبوي. طيب ماشي الحال. فوتناهم بحياة للجماعة. انفضحوا نعرف مين بروح على الكباري يلا. معلم. ايه. عادي. ايه. وين بدك قاعدها؟ ايه وين قعدتها؟ اف بي اي. اه يا مزوي. اف بي اي شو لكان؟ في اي بي هاي مش هي FBI. هي مزبوط هي. ايه ليه قعدتها في اي بي؟ بدي اقعد انا وياها تيتا لتيتا. يا عيني ليه؟
ما بدي اعرف انا كيف بتفكر هي كمان. هيدي ما بقولوا لتيت لتيت تات اتات راس براس. شو هي تات اتات؟ هي طيب تات ماشي أتات. ماشي وبلشنا نطلب اكل. اكله طيب يا بيي بياخد العقد. خبرني شو طلبت. انا طلبت تشيكن ناجتس عجاج. يعني شطت رايلتي. شو بيعملوه طيب هوني؟ بياخد العقد. ايه. وهي شو طلبت؟ هي اخذت تشيز برجر بلا جبنه. لا ما بتحب الجبنه. بتضيقها الجبنه. بتضيقها الجبنه كانك قاعد معنا بتعرفها. بتضيقها الجبنه. وطلبت ديزرت معلم. ديزرت؟ ايه ديزرت. شو فلشوا لك رمل بقى وجيبوا لك جمل وشكوا لك بلحه وقالوا لك يلا لك حلو حلو. شو اسمه هذا الحلو؟ ديزرت. دسير. طب ها هي دسير ماشي الحال. ايه شو طلب دسير؟ سلطة دي فورمي. اوه سلطة نمل غير شكل. سلطة الفواكه. شو اسمها؟ سلطة الفواكه اسمها سلطة دي فروي. اسمها دي فورمي. دي فروي. خي انا طلبت دي فورمي لو هي بدها تاكل كان دي فروي. هون بقى عدول. ايه ما في 10 دقائق ربع ساعة من بعد ما قعدنا. شو بدك يصير بيني وبينها؟ شو؟ تيلي طبيز. يا عين عليك. احلى شيء احلى شيء تلي طبيز عادي. انا هون تنفست وارتحت. ايه بعد بترتاح اكثر بس يصير في سبونج بوب انت وياه بقى. شو هذا سبونج بوب؟ لحظه شو شو هذا خبز فرنجي يعني؟ هذا رجال البسكوتي سبونج بوب. رجال السفنجي مش البسكوتي. هذا غير واحد السفنجي هذا. هذا بعدين بيقولوا له تلي طبيز. مرجوعك لعندي بالاخر. عدوى عدوى هيدي تيليباتي بيقولوا لها. تيليباتي مش تيليطابيز. هلا هون بدي اعرف اذا بتشرب دخان. طرقت السؤال مع لقمنه. اوكي يو درينك سيجاريت؟ لئيم. لئيم فت على القصه. واضح لئيم. ايه وربك حميد ما بتدخن. ليه انت بتتضايق من الدخان؟ شو بتضايق من الدخان؟ انا شامبينيون بسباحه ولا شامبيون مش شامبينيون. انا معي ميداليه قد الصينيه ما شايفها بالحيط معلقه عندي. لا ما في مرمطون ما بشارك فيه انا. عن جد؟ اول واحد بتلاقيني تحت. عم تنزل بتمرمط معهم؟ اول واحد. ايه هلا هون هي انعقصت على السؤال تعرف. ايه انت معقول سؤالك كمان؟ خجلي. انا بعدين بعد بلشت اعرف. ايه قربت قلت لها معك كوتاكس. ايه شو بيك عم تتبربع كلك سوا ما عم بفهم. طلبت منك كوتاكس. طلبت منك كوتاكس؟ ايه وعطتني. وعطتك. ايه ليه مستغرب ما عم بفهم بس. كيف قلت لها معي كوتاكس؟ قلت لك ايه تفضل. يا عمي لحقت اخر وحده خدها يلا سقطها. يا خيي لا انت ليه راسك بيروح على هالقصة؟ انت طلبت كوتاكس. هيدا شو اسمه؟ اسمك كلينكس. طيب ماشي الحال قلنا ساعة عم نحكي غلطنا بهالكلمة مرقها. هاي العم على هالقصة. حدا بيطلب الوحده كوتاكس؟ شو بدك من كوتاكس؟ هلا جايين بدنا منك فليفر. فليفر؟ شو بيع بوزة انا؟ لك خدمة. شو اسمها؟ فيفر فيفر فيفر. طيب شو بدك مني؟ الهابي بيرث زي تو يو تبعها بكرة. شو بدنا نعمل ثاقبي طيب؟ سوري وليد توفيق ما لحقتك. الهابي بيرث زي تو يو تبعها بكرة كلها عيد ميلادها يعني. وين عاملينه؟ على كوبري 6 اكتوبر. هيك هلا صاري كل هالجم بيرثدي. طيب بيرثدي بيرثدي تبع بكره. بدك تخدمني ولا ما بدك تخدمني؟ من هالعين قبل هالعين بعرفك قد وقدود. شو بدك مني حبيبي؟ بدي اعمل لها ستريبتيز على راسي خلص. وبدي اياك تساعدني. انا بدي ساعدك بالستريبتيز؟ ولو يا عادل انا مين الي غيرك بهالهوى؟ انا شو الي بالستريبتيز؟ لما انت ملك الستريبتيز. انا ملك الستريبتيز؟ ما بعرفك انا. شو ما بعرفك؟ شو بجيب عمود بلش حف على عمود قدامها بقى؟ ليك شو بيحكي لك؟ عادل شو خص هذه هي؟ انت عم تقول بدي اعملها ستريبتيز؟ ستريبتيز بدي اعملها مفاجاه. ستريبتيز؟ ايه طيب سربريز ماشي. كثير عاد؟ انت كثير كمان. هون بعلو عباس. انت ليه بتنقهر مني يا عادل؟ ما بقهر منك وخيي بس والله بتنقهر مني. انت بتشوفني طالع طلعتي بالانجليزي بتكسر لي مقاديفي. لك هالطلعه هالطلعه. ليك هالحكي؟ تفضل. لانه انا بلبل بالانجليزي وانت ما بتحكي انجليزي. انت منك بلبل، انت هنجع دوري بالانجليزي. خلص ماشي انت صايره عندك عقده معقدك انا فيها. خلص روح شوف حكيم نفسولوجي. روح ما تواخذني طلعت مني. حكيم شو؟ حكيم نفسولوجي؟ ايه حكيم نفسولوجي. شو حكيم نفسولوجي هاي؟ حكيم النفساني. شو اسمه؟ حكيم النفساني اسمه نفسولوجي؟ شو اسمه لك؟ حكيم الجلد. شو اسمه؟ جلدولوجي.
حكيم البواسير فيزولوجي قوم بقى شو بدك انت عادل بدك هلا هلا في لي اياه روح بتكسر وبتجبر هل عنك روح يا خاي لك عصبت تكني بقى بيعانك متعصب بيعانك متعصب خي روح خليني انا سالم داون خليك سالم سالم شو سالم ليه سالم روق يعني ما بقولوا سالم بقولوا كالم داون كالم كيف تنكتب اكتبها لشوف هالجيه سي بس سي سالم يعني يي انا فيل اللي بدك مني شيء ما بدي منك شيء جود نايت هايبس نايت جود قلت لك جود نايت شو نايت جود يا خي جود نايت السلام عليكم نايت جود اقلبها عليكم السلام